معرفش ليه عالم دي سي السينمائي دايما معودنا ان افلام السوبر هيروز بتاعتهم زي باتمان وسوبرمان لازم يبقوا كده على طول دايما مكشرين وعلى طول كده زعلانين. Living in fear. Don't believe everything you hear, son. I've seen it, Mr. Wayne. لما جيت اتفرجت على شازام معرفش ليه حطيت مقارنه باتمان وسوبرمان مع شازام. معرفش ليه شازام حسيته شبه عصفور بتاع الراجل العناب. ده ابله سلمى البنطلون بقاله فوق الساعتين ما نشفش خطير كده بالكوكو. لا 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 هو ربع ساعه بالظبط وهينشف. يلا بقى نتصور. يلا بقول لك يا ابله سلمى النص الفوقاني بس مش عايزين تهريج. حاضر بتدور احداث فيلم شازام ان بيلي باتسون الولد اللي عنده 15 سنه بيدور على امه اللي فقدها من هو صغير طول احداث الفيلم قبل ما عيله تتبناه. وفي يوم من الايام قابل ساحر قدر ان هو يحول له شخصيه خارقه بمجرد ما يقول شازام. سبب من الاسباب اللي انا كنت متحمس ان اشوف الفيلم ده عشان انا عارف وكنت متاكد 100% ان الفيلم ده فعلا بجد هيعلي دي سي يونيفرس وهو فريد من نوعه غير خالص افلام السوبر هيروز التانية اللي في عالم دي سي. Wait for real. ايه شازام كان بجد فعلا ممتع واستمتعت بيه جدا والفيلم كان مدته ساعتين وربع وما حسيتش خالص بولا دقيقة من الملل على عكس اي فيلم تاني لافلام دي سي على الرغم من اعتبار انا ما شفتش اكوامان. من كتر ما الفيلم عجبني انا استغربت جدا انا حسيت ان انا بتفرج على اي فيلم من افلام دي سي من ساعه ما اخر فيلم الدي سي اللي دخلته سينما تقريبا كان سوسايد سكواد ده اخر فيلم دخلته سينما الدي سي وقررت ساعتها ان انا ما اخشش اي افلام تانية لعالم دي سي. بس لما اتفرجت على شازام حسيت بحاجه تانية خالص معرفش استغربت جدا انا حسيت ان شازام ده اصلا من دي سي وجرعه الكوميديا اللي قدمها فكرتني بافلام مارفل. عجبني جدا برضو الايستر اكس اللي كانت موجوده في الفيلم سواء من باتمان وسوبرمان. معرفش اذا كان لو كان في ريفرنس تاني لاي سوبر هيرو من عالم دي سي بس انا ما خدتش بالي غير من باتمان وسوبرمان. انا شايف من وجهه نظري ان فيلم شازام احلى فيلم لدي سي في كل حاجه طبعا على استبعاد ثلاثيه كريستوفر نولان بتاع ذا دارك نايت. يعني دي حاجه كده تتحط على الجنب ملناش دعوه بيها بس انا بتكلم في عالم دي سي. انا من وجهه نظري شايف ان ده احلى فيلم لدي سي اتقدم لحد دلوقتي. احلى من كابتن مارفل على فكره. انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اقول حاجه زي كده بس هو فعلا احلى من كابتن مارفل. انتسيتي سوبر ستريت الكتريسيتي مانيبيوليشن. نبتدي نتعرف برضو على الشخصيات اللي موجوده في الفيلم سواء كالاب والام اللي برضو ادوا دور حلو جدا خاصه الاب. بنبتدي برضو نتعرف على الاطفال اللي موجوده في الفيلم بالذات الواد ده قتلني من الضحك. ادي اول ظهور لي انا شفته كان في فيلم ايت بتاع ستيفن كينج كان من سنتين فاتوا ومستنيين ان هو هيعمل الجزء الثاني. الكيمياء اللي كانت بتربطهم ما بين سواء هو وشازام فوق الممتازه. This crazy right? What are your superpowers? Superpowers dude, I don't even know how to pee in this thing. His name is Captain Sparkle Fingers. No, it's not my name. زاكري لايفي انا شايف ان هو قدم دور عمره في الفيلم ده وفعلا بجد لو جيتوا بصيتوا عليه هتحسوا ان مش هتلاقوا اي حد تاني كان ينفع يبقى مكانه. الدور مرسوم عليه بالظبط زي بالظبط رين رينولدز في شخصيه ديدبول اللي انت ما تقدرش تشوف اي حد تاني مكانه. ده غير طبعا مارك سترونج اللي الدور اللي قدمه في دور الفيلن كان حلو جدا وانا بحس ان الراجل ده اندر ريتد بشكل مش طبيعي لان فعلا بجد تمثيله حلو سواء في الفيلم ده او في افلام تانية كان بيظهر فيه. وعلى ما اعتقد كان اخر فيلم ظهر فيه كان كينجزمان ذا جولدن سيركل. انا شايف برضو من وجهه نظري ان السي جي اي في الفيلم ده برضو كان حلو قوي بالذات السي جي اي اللي كان معمول على الوحوش على عكس السي جي اي بتاع جاستس ليج. لا الفيلم من بطولة زاكري لايفي ومارك سترونج وجاك ديلان. مخرج الفيلم دافيد سامبرج اللي اخرج فيلم انابل كرييشن ولايتس اوت. انا شايف ان الفيلمين بجد حلوين. تقييم الفيلم شازام 8.5/10. انا شايف ان ده بالنسبه لي احلى فيلم في دي سي يونيفرس. المهم رايكم عايز اعرف في الكومنتات تحت ايه احلى فيلم لدي سي بالنسبه لكم على استبعاد ثلاثيه افلام كريستوفر نولان بتاعت ذا دارك نايت.
اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.